أنس من Come, let's go together. 3, 2, 1, go! يلا اجري 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 إنه شفت عالم مختلف يعني عن عالمنا وحياة تانية و... يعني عالم مختلف شكلها. هي أشياء معنوية نفسية حرية وطبيعة عيش طبيعة العيش عندهم الحياة عندهم. بعد إذنك يعني؟ لأنه إحنا بشر كلنا نفس الإشي من حقنا نعيش زي بعض وإحنا مش ذنبنا ما عملنا إشي لحتى نكون تحت احتلال تحت ظلم وفاقدين حريتنا. بس بالمثال هم زي ما حكوا يعني هم احنا مثلا كجمعيه وهيك كل يوم نشوف بعض نكون مع بعض هم عندهم إشي انه علاقات مجتمعيه شوي انه ضعيف طبعا في حياتي ما زرت غابة. طبعا أنا قبل ما أدخل الغابة يعني تذكرت المراحل اللي أنا كنت أسمع عن الغابة. طبعا بالفيلم تحكي تتمنى إنك تروح. هاي كانت أحلام أو أفكار بتراودني بس هاي كنت أشوفها في الأفلام. طبعا لأول مرة في حياتي بشعر إني أنا عايش بدون مخاوف. إجت لحظة صحيح إني أنا حررت من كل شيء من التفكير الإيجابي أو السلبي. الحياة البرية في فلسطين موجودة لكن للأسف محرمة على الفلسطينيين لأنه الاحتلال بمنعنا من وصولنا لهاي المناطق. بوصلنا ممنوع نوصل لهاي الغابات، ممنوع نوصل للجبال، ممنوع نوصل للأنهر، ممنوع نوصل لأي منطقة جميلة كمان إنه ممكن إحنا نرتاح فيها. كنت أفكر إنه هاي اللحظة لازم أنا أعمل بجهد إني أقدر أجيب كل شخص بيحلم إنه يشوف هاي الغابة من حتى أطفالي إنه هاي اللحظة زي ما أنا عشتها حابب إنهم يعيشوها. فهو من الجميل إنه يكون إلهم حق لو 10 دقائق إنه يحسوا بدون خوف بدون ألم بدون حزن يعيشوا بحرية يعيشوا الطبيعة في حقيقتها. It's not my first time in Europe.
But it always it will be beautiful to feel freedom, to sense the free. Yesterday it was a kind of a very beautiful experiment when we went to forest. You know, when you close your eyes and hear the voice of birds, and you can walk alone, and never one disrupt you. Because some places in Palestine like this, it will be scary for us because maybe the soldiers can come out from anywhere. Khaled, say good morning to everyone. Okay. He said that about the culture. Till now, we still see a little part of the Belgian culture. We know about some history, some places, some statue. But what is most important for him, and he noticed very well, that the culture of freedom. He wants to say that the feeling of freedom is very beautiful. It's first time that he felt free. When I grew up, I've never understood like the feeling of being like how other children live in other countries. Okay, because I was growing up poor because of the economy. And we never had electricity like for a full day. We only had electricity for like 2 or 3 hours a day. كنا في 2014 حرب 2014 في رمضان وفجأة أنا بطلع على البلكونة وشفت إنه جيراننا قاعدين بهربوا وبيحملوا أشياءهم الشخصية فأنا يعني اطلعت واستغربت إنه ما حدا بيعمل هيك إلا لما يكون في خطر فرحت أنا حكيت لأهلي إنه أنا يعني مش مرتاحة لمنظر الناس اللي قدامنا ماشيين وحاملين أغراضهم فراحوا يسألوا وحكولهم إنه هذا البيت رح ينقصف ما عدت 5 دقايق إلا وإحنا كل الشارع متملي ناس قاعدين بهربوا ما بيعرفوا وين يهربوا يمين شمال بس يبعدوا عن المنطقة بعد 5 دقايق سمعنا صاروخ قاعد بنفجر في البيت وإحنا فكرنا إنه خلص هذا الصاروخ يعني ولا حدا شاف إشي من الشارع كل إشي كان أسود يعني زي أكنك أنت حرفياً قاعد في فيلم رعب فأنا اللي صار هذا خلاني عن جد أحس حالي إنه أنا محظوظة جداً 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 إنه أنا لساتني عايشة إنه أنا لساتني بتنفس امبارح لما زرنا مدينة بروج هذا كان واحد من أجمل أيام حياتي لأنه أنا بطبيعة الشخصية بحب الأماكن اللي بكون فيها مية وبكون فيها طبيعة كثير حالي شبه من الصدمة أنه المكان كثير حلو المكان فيه كثير أشياء أنا بطلبها والأشياء اللي هاي اللي أنا بطلبها وأنا بحتاجها وأنا بحبها هي موجودة في بلدي بس في نفس الوقت أنا مش قادر أوصل لهاي الأماكن في بلدي التفرقة اللي بنواجهها بسبب وجود الاحتلال بتدفعنا أكثر وأكثر لأنه إحنا نكون قراب من بعض لأنه ما بتعرف أنت في أي وقت ممكن تخسر حدا من هاي المجموعة اللي أنت موجود فيها احنا بفلسطين بنمتلك اجمل بحر بالعالم اعتقد هو واحد من اجمل بحار العالم اللي هو البحر الابيض المتوسط لكن هذا البحر احنا بالضفه ممنوع انه احنا نروح على البحر فهو بالنسبه لنا حلم كبير او شيء احنا نفسنا احنا نروح عليه بس مش دائما احنا بنقدر نوصل له فاحنا مجرد ما نشوف البحر هي عباره عن صدمه بالنسبه لنا يعني للدقائق الأولى إحنا ما بنستوعب إنه إحنا فعلاً قدام بحر إحنا حالياً شايفين بحر إحنا حالياً بنمشي على الرمل اللي على الشط بنقعد تقريباً حدود 5 ل10 دقائق ممكن أكثر إحنا نستوعب الصدمة اللي إحنا موجودين فيها إنه إحنا شايفين بحر كان إشي كثير كثير يعني كثير جميل إشي كثير معبر وإشي كثير حساس بالنسبة لنا
بعرف امتى الفرصة الثانية راح اشوف البحر، وممكن ما عمريش اشوف البحر. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا لأهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني. إنه أنا كتير مبسوطة مثلاً، غير الدوكيومنتري الإيفنت اللي صار مبارح كان في بنتين مغربيات وكان في بنت بلجيكية صحبة، فأنا بسألها للبلجيكية إنه أنت من وين إجيتي هون، للمغربيات انه شو عرفكم بهذا الايفنت، كيف اجيتوا هون؟ يعني استغربت انهم بيحكوا لي انه الصبيه صاحبتهم البلجيكيه هي حكت لهم تعالوا. هي البلجيكيه صارت تحكي انا بحب فلسطين، وانا دعيت صاحباتي العرب المغربيات انهم يجوا، فكانت حركه حلوه انه يعني البلجيكيين كانوا معنا وموقفهم حلو لمناصره القضيه الفلسطينيه، فحبيت الاشياء يعني. في كتير أمور مهمة عنا إحنا، يعني المهم إنه إحنا نحصل على هاي الحرية، إنه نقدر إحنا نوصل كمان لهاي المناطق حتى في بلادنا. احنا بطريق العودة لفلسطين، ما بتعرف هل فعلا انت راح تدخل فلسطين ولا لا، لانه انت مضطر انك تعبر الحدود، ومن ضمنهم الحدود الاسرائيلية. اللحظة اللي بتحط فيها جواز السفر على الطاولة للتفتيش، انت ما بتعرف هتاخذ جواز السفر هذا وتفوت على الضفة ولا لا، ما بتعرف هتروح تنسجن، ما بتعرف هتروح لتحقيق. وحتى وان اخذت جواز السفر تبعك ودخلت الضفة، ما بتعرف حتوصل بيتك ولا لا، لأنه أنت لما تطلع من لما تخرج من منطقة الحدود وتنتقل بين المدن الموجودة بالضفة الغربية، كل مدينة مفصولة عن الثانية بأكثر من حاجز، فأنت ما بتعرف إيش ممكن يصير معك على الحاجز هذا. وإذا أنت أصلاً مرقت عن هاي الحواجز ووصلت لبيتك، أنت ما بتعرف برضه في بيتك إيش ممكن يصير، فشعور الخوف موجود بشكل كبير جداً جداً.